أهلا بك سيد تورغوت، كيف حال جراحك؟ هيا سنجعل كومرال عبدال يعالجك. أحضروا حصان السيد تورغوت. سلمت سيد عثمان، أنا مدين لك بروحي. أدامك الله. لكن من بعد الآن لا تتدخل فيما أفعله، لا أريد أي مساعدة منك. إن قبيلتك لك وقبيلتي لي، عدوك عدوك أنت وعدوي عدوي أنا. لا تظهر أمامي مجددا ولا تتدخل في أموري يا سيد عثمان. إلزم حدك. هيا لابد من قطع لسان هذا الرجل. كل هذا العناء وكل هذا التعب وخسارة سيدنا للبابا بسبب سيد متمرد. سوف تتعقل يا سيد تورغوت، ستحرق ما تلامسه له لتنطفئ نارك أولا ولتأخذ انتقامك، وحينها سوف نتحد. رجاتوس العزيز، ليقدسك الرب وليكن حبه معك دائما. نجوت بفضلك من عثمان. لا تفكر بهذا الآن، تعبت بما يكفي أساسا، ارتح قليلا من فضلك، سيكون لدينا الوقت الكافي للحديث. أأنت مصاب؟ أم أن عثمان قد أساء إليك؟ ليس شيئا مهما، كان حادثا صغيرا فقط. هون الله عليك. شكرا لك. سليم. الطبول تقرأ. هناك أحد قادم. من الذي أتى يا ترى؟ إنه سيدنا. سيد تورغوت. أهلا بعودتك. أهلا بك يا سيدي. الحمد لله. حمدا لله على سلامتك. سلمت. والتأخيرا يا سيدي.
يرضى الله عنك. الحمد لله على سلامتك. أهلا بك سيدي. أهلا يا سيدي. الحمد لله. أهلا وسهلا بك. عدت سالما يا سيدي. وأخيرا عاد سيدنا. أهلا بك. الحمد لله على سلامتك. الحمد لله. هل أنت بخير؟ كيف تركك بكم؟ عاد سيدنا. لكن كيف حال القبيلة؟ بخير والحمد لله. لقد خسرنا الكثير، لكنك قمت بترتيب الأحوال. دمت يا كوتان، دمت. ليسلم السيد عثمان، وقف معنا ولم يتركنا. كيف نجوت أنت سيدي؟ الأمر معقد، معقد جدا. السيد عثمان بذل جهده. ليدم وليسلم. الرجل شهم وفعل كل شيء. لا تنسى كوتان، لو لم يجعلنا نتراجع في السابق لما حدث شيء من هذا، لا تنسى. لكننا سننتقم من نيكولا وكوزيس، وسنقضي عليهما واحدا واحدا. سيدي، نحن لن نسكت عما فعلوه بنا. لا راحة لنا ولا نوم قبل أن ننتقم منهم جميعا. لا تنسى هذا.